عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم استقبال مساء يوم الثلاثاء في الساحة الشرقية لقاعة الشعب الكبرى ببكين ليرحب بزيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. عزفت الفرقة الموسيقية العسكرية النشيد الوطني الفلسطيني والصيني وأطلقت المدفعية 21 طلقة. استعرض الرئيس عباس حرس الشرف العسكري لجيش التحرير الشعبي الصيني بصحبة شي جي بين. وعاد الرئيسان إلى منصة الاستعراض لمشاهدة سير حرس الشرف. وفي وقت لاحق قامت الفرقة الموسيقية العسكرية بتقديم عروض، وتأتي زيارة الدولة للرئيس عباس تلبية لدعوة الرئيس شي جي بين.